السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة. أضرار دواء الضغط. بداية كما نعلم أعزائي بأن معظمنا مصاب بارتفاع ضغط الدم للأسف، فأتمنى الله أن يشافينا ويشافيكم بإذن الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أضرار أدوية الضغط، هناك العديد من الدراسات التي تم إجرائها على هذا النوع من الأدوية باختلاف أنواعها، والتي أدت إلى ما يلي: المضاعفات والتأثيرات الجانبية المرتبطة به. يؤدي ذلك إلى نقص مستويات البوتاسيوم في الجسم، وقد يسبب مشاكل كبيرة جدا في مستويات السكر في الدم للأسف، خاصة عند المرضى المصابين بالسكري. أيضا من الممكن أن يسبب مشاكلا لدى الرجال، خاصة في الخصوبة والقدرة على الإنجاب. وأيضا من الممكن أن يسبب بعض المضاعفات القليلة التي تبدأ مع بداية أخذ الدواء، مثل أوجاع في الرأس والشعور بالدوخة، والتي تكون أعراض جانبية لأي دواء.